بكم مشاهدينا في عدد جديد من برنامجكم اليومي ميديا توك عبر قناتكم جيلي زد، البرنامج اللي من خلاله في كل مرة نسلط الضوء على أبرز الأخبار، صور وفيديوهات وحتى تفاعلاتكم مع هذه الأخبار اللي تصنع الحدث في مواقع التواصل الاجتماعي باختلافها وتنوعها. إذا مشاهدينا، البداية بنتائج شهادة البكالوريا أمس، وين شفنا كثير من فيديوهات الاحتفال، لكن فيديو اليوم من البليدة صنع الحدث عبر مواقع التواصل الاجتماعي. أكبر احتفال في الجزائر مع محبوب التلاميذ أستاذ اللغة الإنجليزية الأستاذ ناصري. نخليكم تشوفوا أجواء الاحتفال هنا. شفتوا مشاهدينا، الاحتفال كان رائع، ومساندة الأستاذ طلابه حتى نهاية العام الدراسي الشيء الأكثر من رائع. التعليقات والتفاعلات مع الحفل كانت منقسمة إلى اثنين، تهاني للمتحصلين على الشهادة وأيضا شكر للأستاذ، كما إلياس اللي قال ألف مبروك، ونوسة اللي علقت أستاذ في القمة، ونينا اللي كتبت يستاهل كل طالب تعب واجتهد وقرأ برافو، وهانا اللي قالت نعم الأستاذ، وميران اللي قالت ألف مبروك لعقوبة العام الجاي، ومايا اللي علقت كي تكون أستاذ وتصنع بصمتك، كوكي اللي قالت ما أجمل أن يكون الأستاذ من نفس جيل تلاميذه، ألف مبروك لكل الفائزين، ومروان اللي قال ألف مبروك لكل الناجحين وحظ أوفر للراسبين العام الجاي إن شاء الله، وصبرينا اللي قالت ما شاء الله ألف مبروك عليهم، ربي يفرحك ويقدرك أستاذ، ونحن بدورنا نقول اللي ما جابوش الباك ما تيأسوش كاين العام الجاي وتنجحوا كامل بإذن الله. نذهب مشاهدينا وإياكم إلى خبر آخر، ونشوف الصورة اللي داولوها الناس عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صورة هاتف محرز المكسور بعد ما علق أحد متابعيه على الصورة قائلا محرز أنت تمتلك المال، فرد عليه محرز كنت أنتظر العقد الجديد لي مع مانشستر سيتي. تعليقات الجزائريين كانت حاضرة وبقوة وتحتوي على أسلوب أقول تهكمي 100%، كما جليل اللي قال مسكين ما عندوش دراهم باش يخدمه، وحمزة اللي قال لو كان تهل بالفور يخدمه له بطل، وسكندر اللي قال اللي كوش والحليب تاع بنته مسكين ماهوش لحق الزوالي، ومحمد اللي كتب فيه تصور الدار. نذهب مشاهدينا الى فيديو اخر صنع الحدث عبر مواقع التواصل الاجتماعي، طفل افريقي صغير مع جهد كبير في حفظ القران الكريم. نخليكم تشوفوا الفيديو ولا نعوده. من الشاكرين وما قدر الله حق قدري، والارض جميعا قبضته يوم القيامه، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون، ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، وأشرقت الأرض بنور ربها، ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء، وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون، ووفيت كل نفس ما عملت وهو عالم بما يفعلون، فسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت. كما شفتوا مشاهدينا، الفيديو تلقى استحسان كبير من قبل الجمهور، خاصة وأنه إفريقي لا يتقن اللغة العربية. التعليقات كانت كلها معجبة بالطفل، كما إبراهيم اللي قال ما شاء الله تبارك الرحمن، أم أحلام اللي قالت بوركتها صغيري تبارك الرحمن، وفراشة اللي كتبت ما شاء الله تبارك الرحمن صوت رهيب، طفل صغير ولكن ينطق كلمات القرآن بطلاقة وهو ليس عربي، ومنير اللي قال بسم الله ما شاء الله ربي يحفظه.
مشاهدينا، جولتنا معكم في عالم الفضاء الافتراضي خلصت، ولكن كما عودناكم نروح بكم في جولة إلى ولايات الجزائر الساحلية. الجولة اليوم إلى ولاية ديجل. شاطئ رميلة هو شاطئ صخري طويل يمتد على أرجاء مدينة الجزائر، ويعد من أهم وأجمل المرافق السياحية فيها، والذي يتميز بمياهه الآسنة الدافئة ذات الموج الهادئ، مما يجعلها مناسبة بشكل كبير للسباحة وللمغامرات الرياضية بشكل عام. ويأتي سكان المدينة وزوارها إلى هنا بحثا عن الهدوء بعيدا عن صخب المدينة. وبهذا مشاهدينا وصلنا لنهاية عدد اليوم من ميديا تولك، ولكن قبل كل هذا نذكركم بأن ميديا تولك برنامجكم اللي يسرد الأخبار والفيديوهات والصور اللي تصنع الحدث على منصات التواصل الاجتماعي. فما تنساوش تشاركونا صور وفيديوهات وتعليقاتكم تاني على منصاتنا الرقمية الظاهرة أسفل الشاشة. شكرا اللي تبعتونا، ابقوا أوفياء لبرامجنا. نلقاكم غدوة إن شاء الله على نفس القناة وبنفس التوقيت. مع السلامة. We'll be right back.